الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان، ما زالت أشواطنا مستمرة، تحدياتنا انطلاقاتنا متواصلة على أرضية هذا الميدان. ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا السادس الذي خصص للقعدان. اللقاية ومسافتنا الحاضرة المقررة هي 5 كيلومترات التي قررت في هذا اليوم. أتقدم مباشرة إلى أول الأسماء، أول المنطلقين وأول المندفعين في هذا الصباح، الظبي محمود بن حمد بن حمدان الوهيبي. من يقدم لنا هذا الشعار؟ من يقدم لنا هذا الانطلاق المميز؟ ناخذ المركز الثاني، الوصول والقدوم في هذه اللحظات. من اللي وصل؟ من اللي تحرك في هذه اللحظات؟ يا سلام يا هذا التحدي، يا هذا الانطلاق الجميل، يا هذا المسار. هذا الركض ولا فلا؟ هذا التحدي ولا فلا؟ يا سلام يا سلام، هذا المارد سعيد بن مكتوب بن حمود المالكي. من يقدم لنا المارد وانطلاقاته؟ المركز الثالث، القدوم والمنجز، سعيد بن عامر بن سالم المغيري. من يقدم لنا شعاره المميز؟ المركز الرابع، القدوم والوصول في هذه اللحظات من كفو محمد بن خادم بن حميد البطيني. المركز السادس، القدوم الاخر من ربدان محمد بن حمد بن سالم المدهوشي. والمركز السابع، اخذ المركز السابع في هذا التحدي، في هذا الانطلاق المميز. يا سلام بيضان عبد الله بن سعيد بن عبد الله الاقليبي. من يقدم لنا هذا الاسم؟ المركز الثامن الوصول في هذه اللحظات من الحذر، احمد بن عبد الله بن حارب الدرعي. والمركز التاسع اللي وصل، اللي تحرك في هذه اللحظات، رفاف عبد الله بن عامر بن حمد الحافي. وعاشر المراكز، يا سلام يا سلام يا هذا الانطلاق، يا هذا التحدي الكبير، هذا الوسمي، راشد بن سالم بن سلطان المشايخي. هذه النتيجه مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام للعشر المراكز الأولى، ولكن شعارات في الخلف لن يحين موعد دخولها، ترقبوا دخولها في الأمتار الأخيرة. لكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى هذا الانطلاق المميز، إلى هذا التحدي الكبير، إلى هذا الانطلاق الخطير. يا سلام يا سلام، هذا اللي انطلقه محمد بن خادم بن حميد البطيني. من يغير زمام الأمور؟ من ينطلق على المستوى الأول، يرقص طرب على الصدارة الأولى؟ المركز الثاني، الوصول والقدوم في هذه اللحظات من المارد سعيد بن مكتوم بن حمود المالكي. من يقدم لنا سلالة المارد؟ المركز الثالث، الوصول القدوم الآخر من الظبي أحمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، انطلاقاته مميزة. المركز الرابع، الوصول القدوم في هذه اللحظات، يا سلام يا هذا التحدي، يا هذا الانطلاق من منجزه، سعيد بن عامر بن سالم المغيري. من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم لنا انطلاقاته؟ من يقدم لنا ابداعاته وتحدياته في هذا المسار؟ المركز الخامس، يا سلام، اللي وصل، اللي انطلق في هذه اللحظات، ربدان محمد بن حمد بن سالم المدهوشي. والوصول الاخر، القدوم في هذه اللحظات، يا سلام، شاهين ناصر بن العبد بن الشرق الحرسوسي. لكن عود لي على المقدمة الاولى، عود لي على هذا الانطلاق الجميل، على هذا الانطلاق المميز في هذا الصباح. يا سلام يا سلام، وين وصلنا؟ وين وصلنا يا متابعين، يا مراقبين؟ ما تبقى إلا أمتار قليلة، ولكن عود لي على المقدمة الأولى، عود لي على الانطلاق المميز، على هذا الاسم الكبير. كفو كفو محمد بن خادم بن حميد البطيني. من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم لنا انطلاقاته المميزة؟ من يقدم لنا أبداعاته الجميلة في هذا الصباح؟ المركز الثاني، الوصول القدوم في هذه اللحظات من الظهر
الوهيبي، حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، والمركز الثالث اللي وصل اللي انطلق في هذه اللحظات الماردة، سعيد بن مكتوب بن حمود المالكي يبحث عن نقطة ذهبية في هذا الصباح، يبحث عن الفوز والانتصار. المركز الرابع أتابع الاسم القادم بكل قوة، منقذ سعيد بن عامر بن سالم المغيري، والمركز الخامس الوصول القدوم في هذه اللحظات من شاهين ناصر بن العود بن الشرق الحرسوسي، لكن من اللي وصل؟ مرحبا بهذا الوصول، مرحبا بهذا القدوم الاخر، هذا اللي وصل ربدان محمد بن حمد بن سالم المدهوشي، من تدخل بهذا اللحظات والوصول الاخر القدوم بهذا اللحظات من بخاصم سعيد بن علي بن سعود المالكي، لكن عود لي على المقدمة الأولى، عود لي على هذا الانطلاق المميز، على هذا الاندفاع الخطير، يا سلام يا سلام على هذا الأسماء، على هذا التحدي الكبير، على هذا الانطلاق الخطير، لكن عود إلى المقدمة، أعود إلى كفو انطلاقاته، كفو وتحدياته في هذا الصباح، نايب بن سالم بن حامد عفو كفو محمد بن خادم بن حميد الابطيني، من يقدم لنا هذا الشعار؟ من يقدم لنا هذا الانطلاق المميز؟ لكن من اللي وصل؟ من اللي تحرك في هذه اللحظات؟ هذا الظبي حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، لكن وصلت الاسماء، الكل وصل، الكل تحرك في هذه اللحظات، الكل انطلق من اجل الفوز، من اجل الانتصار في هذا الصباح، لكن كفو مسيطر، كل سيطرة، يرقص طرب على المقدمة، ما شاء الله على هذا الاندفاع، ما شاء الله على هذا السرعة، محمد بن خادم بن حميد البطيني، لكن ما شاء الله يا الظبي، الظبي انطلق، الظبي غير النتيجة، حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، من ينطلق على المقدمة الأولى، دخلنا منطقة الإعلام، منطقة الإعلام، الإعلام ترفرف في هذا الصباح، يا سلام يا سلام، لكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى منجز سعيد بن عامر بن سالم المغيري، من يندفع اندفاعة النصر، اندفاعة الفوز والانتصار، ما شاء الله على هذا الاندفاع، ما شاء الله على هذا السرعة، صاحب الإنجازات، صاحب العوايد، يضيف إنجازا آخر في هذا الصباح، راح بالسلام، راح بالفوز، راح بالانتصار، سلام منجز سلام، مشكور يا المغيري، مشكور، مشكور يا أبو راشد على هذا الفوز والانتصار، من راح بالسلام، من راح بالفوز والانتصار، المركز الثاني، الوصول والقدوم في هذه اللحظات، اللي وصل المورد، سعيد بن مكتوم بن محمود المالكي، المركز الثالث اللي وصل كفو محمد بن خادم بن حميد الابطيني، المركز الرابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات من مخاصمة سعيد بن علي بن سعود المالكي، المركز الخامس اللي وصل في هذه اللحظات ربدان محمد بن حمد بن سالم الملهوشي، ما شاء الله على هذه الاسماء، فتهانينا والناموس لمالك منجز سعيد بن عامر بن سالم المغيري، من قطع المسافة 7 دقائق و35 ثانية و14 جزء من الثانية، بينما اللي حل المركز الثاني اللي وصل لمركز الثاني المارد سعيد بن مكتوم بن حمود المالكي، من قطع على مسافة انقطع المسافة 7 دقائق و36 و52 جزء من الثانية، بينما اللي حل في المركز الثالث عليه وصل على المركز الثالث كفو محمد بن خادم بن حميد الابطيني، من قطع المسافة 7 دقائق و37 جزء من الثانية و18 جزء من الثانية، فتهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل.